أروع تحلية لمريض السكر لكيتو دايت. لكل كوب من المكسرات أو من جوز الهند أو من البذور 60 جرام من الزبدة. التحلية النوع والكمية هي اختياري أنا وضعت ستيفيا، وهيك أصبحت جاهزة، بتاخذ من 3 دقائق لخمس دقائق، بتاخذ معنا على حرارة منخفضة. هذه المعدلات لكل شيء، مكسرات، بذور، جوز الهند، معدلات واحد كوب 60 جرام زبدة. على حرارة منخفضة تقريبا بتأخذ خمس دقائق مثل هيك. ممكن نضيف الكاكاو الخام أو نضيف الفانيلا حسب ذوق. المهم الرطوبة تطلع من الزبدة بتتماسك معنا. ممكن نعمل الشوكولاتة 100 جرام زبدة زائبة على معلقة كبيرة كاكاو خام وفانيلا. ممكن بديل السكر نوضع ستيفيا أو أي نوع، هو اختيار حسب نظامكم الغذائي. هيك أصبحت جاهزة وبنقسمها. لازم تتخزن في الثلاجة أقل شيء 4 ساعات وبعدين بنزينها بالشوكولاتة. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المعني بالغذاء الصحي يشترك حتى يصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.